سلام البنات، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غنديروا درس ديال ثلاثيه بشكل جديد. نبداو بسم الله على بركه الله. نبنيو ثلاثه ديال الغرز. انا طريقه ديال البناء صراحه كتجيني احسن من الطريقه ديال الخيط وكنعمر فيه الغرز، لانها كتجي متقونه وكتجي زوينه على الطريقه الاخرى، واخا حتى هي راها مزيانه. نجيبو لهاد الشيء باش نخليو هذاك الخويط هنا باش يشكل لينا غرزه. نجيبو لهاد الشيء باش ثانيه، هذه هي الغرزه الثالثه. دابا نجيو نقادو التوب ديالنا مزيان ونحطوه في الجهة المقابلة، نضربو في التوب نضربو في هاد الغرزة. خلينا هنا نرجعو نضربو في التوب ونرجعو في هادوك الغرز بثلاثة. ها هي الغرزة الأولى، ثانية، هذه الغرزة الثالثة. نضربو في التوب نضربو الغرزة الأولى، الغرزة الثانية، ما نضربوش في الثالثة، غادا نرجعو في هادوك الغرز بجوج. ده جوج نضربو في التوب، حاولوا ما نشدوش بزاف. نضربو اولى، ثانيه، نديرو خيط نبنيو فيه غرزه، نضربو غير الغرزه الاولى هنا، ما نضربوش الغرزه الثانيه، نرجعو في هذوك الغرز. هذوك جوج الغرز غنمشيو فيهم ونجيو فيهم حتى نضربو في التوب ثلاثه المرات، عاد كنتحولوا للجهه الاخرى. هادي حتى هي كتجي كتسمى الراندة ديال الثلاثية ولكن بشكل آخر. طبو في التوب بهاد الشكل، هي الغرزة الأولى، الثانية، دابا غنجيو للجهه اللي مقابله، نحاولوا نقادوا الخدمه ونفس هذاك القياس اللي خلينا نخليو حتى هنا. نخلي واحد الخويط صغير نديرو فيه هنا غرزه، غنضربو غير الغرزه الاولى فقط، ما نمشيوش حتى للثالثه، ونمشيو ثاني ونجيو في هاد الغرز حتى غنضربو ثلاثة المرات في التوب. دابا هادي المرة الثانية، نرجعو مرة أخرى، نضربو في الغرز. دابا ضربنا تاني ثلاثة المرات بحال هاد الجهة،
نمشيو تاني للجهه المقابله نديرو فيها خويط اللي غنشكلو فيه تاني غرزه ونضربو غرزه واحده فقط في هذه الجهه ونرجعو في هذوك الغرز بجوج تاني تنضربو ثلاثه المرات في الثوب عاد كنضربو في الجهه الاخرى باش نشكلو تاني مربع في الجهه الاخرى كيجيو على شكل مربعات هي سهله وبسيطه كتجي زوينه الأولى ضربي الثانية فاش كتضربي ثاني ثلاثة المرات بحال كل جهة كتجي ثاني الجهة المقابلة تشكلي ثاني واحد الخويط غتبني فيه غرزة واحدة فقط وتاخدي غرزة من الجهة الأخرى صافي كتبقاي تمشي وتجي فيهم حتى كتضربي ثلاثة المرات في الثوب هي أسهل من الثلاثية العادية بالحق حتى هي الأخرى كتجي زوينة وأنيقة وسهلة أيضا كتبغي غير الممارسة وأي حاجة كيف مثلا نقول تعلمتي ليها في الراندا كتقدي توظفيها في بزاف الاشكال والموديلات ملي كتضربي ثاني ثلاثه المرات كتمشي للجهه المقابله عفوا سالا لي الخيط خدمه مهم كتجي على هذا الشكل كتجي زوينه وسهله حتى في الخدمه وكتطلع دغيا كنتمنى اللي شاف الفيديو ديالي يخلي لي جيم ويخلي لي تعليق باي درس بغيتوني نحطو لكم في لاشين ديالي كنتمنى اللي شاف الفيديو ديالي لاول مره يشترك عندي في القناه ويفعل الجرس باش يوصلوا دائما الجديد وشكرا لكم وشكرا على الدعم ديالكم نتمنى أنكم تتبعوا الجديد ديالي في القناة وشكراً.